الرب هو أكبر وعظيم في قواته ودرجاته. سماواته يبين كبوريته، فرق بين السماء والأرض عملا. يوم بعد يوم وكل ليلة قاعد يبين مجده. الله خلق السماوات والأرض كلها، ومن تراب الأرض خلق نادم ونفخ في منخرة نفس الحياة. الله المحبة خلق راجل ومرأة في صورته ليكونوا معه، قاعدين يمجدوا ويكرموا الله وعايشين عافية وسلامة معه. لحد يوم الشيطان قشى مرة لتاكل الشجرة الممنوعة. هي أنطت لراجلة وهو كله أكل. ده إنسان بيجي أدو لالله وشالة دريبة. عشان الذنب ده ناس فرقوا مع الله وطرداهم برا من جنان أدين. لكن الله عنده حب للإنسان اللي هو خلقه وما يريد يفرق معه. كيف الله يقدر يكون قدوس وحقيق وما يحاسب خطأ عن الإنسان؟ في الكتاب المقدس الله بيّن الطريق اللي هو يخلص بيا الإنسان. وإبراهيم هو واحد من الناس الأول عرفوا الطريق ده. إبراهيم كان نادم صادق. والله قال يبارك وذريته كلها تبقى كثيرة مثل رملة نخشم البحر ومثل النجوم. ليه نعرفه قدر إبراهيم كريم الله؟ الله قال لي أدب ولادك ضحية. إبراهيم جهز نفسه ليتم كلام الله. وقت هو رفع سكينة ليد أبو ولاده، ملك الله قال أنت خايف الله وتدور تتم كلامه. إبراهيم شاف كبش وقرونة شبكات في شجرة، هو قام كربا وضبها في بدل ولد. هني الله وصف إبراهيم كدرب كبش ولا بهايم مثل ده واجب يقتلوهم بدل خطأ عن الإنسان لحد الله يرسل ضحية الكاملة لخطأ عن كل العالم. عشان ناس مفرقين مع الله الضحية دي تؤدل العلاقة بين الله والناس. كتاب المقدس قال نادم اليجدة هو يبقى ضحية لخطأ عن كل العالم.
مثل الكبش مات بدل ولاد إبراهيم، كذلك هو يموت بدل ناس كله لغفران ذنوبهم. نادم ده يكون المسيح، هو اللي يجي ليكون المسامة الكاملة بين الله ومع كل الدنيا. الأنبياء نبوا بكل شيء سبب المسيح، مئات السنين قبال والودة. نبي إشايا نبى قدر والودة دا يكون والودة الأجيب. بنية الما شافت راجل تلدى الصغير دا وينادو ابن الله. نبي ميكا قال الولد ده والود هنايا يكون في بيت لحم، ونبي زكريا قال المسيح يدخل في مدينة القدس راكب في حمار. قال بتان يهوذا واحد من تلاميذه يبقى خائن. إشايا نبى كل شيء المسيح يتمه، روح الرب قايد فوقي، هو مساني لنبشر مساكين خبر الزين، نشفي ناس مكسورين، ننادي لنجاح ناس في السجن، نرد بصر لأميانين، نرسل لمظلومين حرية، وننادي بسناء المقبول عن الرب. المسيح هو ياتو، نبي واحد اسمه عيسى، ناس قالوا ده كيف نعرفه؟ حياتي يوصف كل شيء الكلام بيا، عيسى هو أكبر من نبي ولا؟ تاريخ عيسى مؤسس في شهادة هناناس العاشوا معه ومكتوب في كتاب المقدس. عملين مثل تاريخ عيسى المسيح ده شيء قاسي، لكن شريط ده سووه عشان نفهمه ونلقوا فايدة في حياته. يا أخواني نقدم لكم التفسير والتعليم اللي جيناه من كتاب حياة سيدنا عيسى المسيح عشان تعرفوا الحقيقة. في وقت الملك أغسطس قاعد يحكم في روما وهيرودوس الكبير قاعد يحكم في دار اليهودية، الله رسل الملك جبريل في حلة دار الجليل اسمها ناسرة، بكان بنية اسمها مريم. ما تخافي يا مريم، انت لقيتي نعمة من الله، تبقى خلبانة وتلد ولاد وتسميه عيسى. دقي كيف؟ أنا ماشي في راجل. الروح القدس ينزل فيك، والولادة التلدي بنادوه ابن الله الآلي، وملكه ما يكمل. ومريم مشت بكان أخوتها إليزابات، وإليزابات الأجر كلها بقت خلبانة والشيدة من الله. إليزابات مريم يا أختي أنت مبروكة من كل الأبيه، ومبروك للولد التلدي. وقت ما سمي سلامك الصخرة في بطني هرق بالفرحة. نشكر الرب من كل قلبي، وأنا فرحان بالله النجاني، ومن اليوم بنادوني المبروكة. آسمو انتوا الساكنين في نازرة، قرار واحد هنا ملك أغسطس مرق ليساب هنا كل الناس في دار الجليل وفي دار اليهودية، واجب لأي نادم يمشي يسجل اسمه في هلة الولد فوقا. ما
ومريم مشت مع يوسف اللي دور ياخدها في بيت لحم في دار اليهودية. وما لقوا بكان اللي دلوا فوقها في بيت لحم إلا بيت البهايم بس. في الحلة دي رؤيان وحدين قاعدين يحرسوا غنمهم بالليل، وملك هنا الرب مرق ليهم ونور كبير هنا الله ضوى فوقهم. اليوم مولود ليكو هو اللي ينجيكو وهو سيدكو المسيح. والرؤيان مشي يشوفوا الصخير الرقدو في القش، وهم بس الأول خبروا الناس بوالدة الولاد الجلي ينجي الناس، وأما بنية ما شافت راجل. بعد أسبوع طهروا وسموا عيسى، وبعدين يوسف مع مريم ودوه في مدينة القدس ليقدموا للرب. وفي بيت الله في رجل زين وصالح اسمه سمعان، والله قال لي هما يموت قبال ما يشيف المسيح. يا رب قل لي عبدك حسي يموت بسلام مثل في كلامك. اليوم انا شف هو اللي ينجي الناس، والولاد ده الله الزلة. الله يباركك. وبعد تم كل شيء مثل مكتوب في توراة موسى، قاموا من مدينة القدس ومشوا لناصرة. وقت عيسى عنده 12 سنة، يوسف ومريم ودوه في مدينة القدس عشان يأيدوا عيد الفساح. وبعد العيد ماشيين بيتهم وما عرفوا قدر عيسى لسه قاعد في مدينة القدس. بعد عرفوه قبلوا في مدينة القدس ليفتشوا، وفي اليوم الثالث لقوه في بيت الله مع المعلمين والشيوخ. ده ولد ياتو البس السوان مشد ده. هو من الناصرة. ما نعرفه قدر قاعدين. من فضلكم سامحوه. والناس سمعوا كلام عيسى أجبوا. يا ولادي ما لسويت خدمة مثل دي. أنا وأبوك همينا بالحين وقت ما لقيناك. ما لفتشوني. ما تعرفوا دي مساء مرابيه الكلفاني. وهو مشى مع أبهاتا في ناصرة وقاعد يكبر، وإلم كل قاعد بزيد في نعمة الله ومحبة الناس. في 15 سنة من حكم هنا تيبريوس، بيلاطس البنتي يحكم في دار اليهودية، وهيرودوس مسؤول هنا دار الجليل. هنان وكيافة كبارات شيوخ الدين. وقال حج كلام ليحيى في الصحراء، وهو راغ في منطقة بار الأردن ليبشر بالتوبة ويقدس الناس في شان غفران ذنوبهم. توبوا من ذنوبكم وأقدسوا في العلم والله يغفر لكم. الكلام المكتوب في كتاب النبي إشايا يقول راجل يئيد في السهرة ويقول كي أدلوا الدرب للرب، أدلوا لي درب أدين وكل النجار يدفنوا وكل الهجار ينأدلوا. الدرب الآوج استادلوه
الهواني الدلو وأي نادم يشيف كيف الله ينجي الناس نسوي شنو؟ كلنا نسوي شنو؟ يا للدبايب تدور نسوي كيف؟ قول لنا الدرب بين كنادم عند خلقان اثنين واجب ينت الواحد للما عنده والإند أكل يقسمه يا سيدنا أنينا سيادة الميري نسوي كيف ما واجب لوك تظلم الناس ولينا أنينا نسوي شنو ما تشول قرص بيقوم النادم وما تطحم نادم بالأمد وأهمد بقرص شهركم قل لنا أنت المسيح أنا نغطسك في العلم ولكن نادم القادر مني أنا جاي وأنا ذاتك ما واجب لي نهل هبالنا أعلم هو يغطسك بالروح القدس وبالنار وإن ذا طبق يخربل الخلة ويصب الخلة في الدبنك والروح القدس نزل في عيسى مثل الحمامة وحس أنسمى من السماء وقال أنت ابن الحبيب وأنا فرحان بيك وسيدنا عيسى عمره من 36 سنة وقت بدأ خدمته خلاص هو قبل من بحر الأردن مليان بروح القدس وروح القدس ساقاه في الصحراء وإبليس قاعد يجربه مدة 40 يوم وفي كل الوقت ده هو ما أكل شيء قال لي كان انت ابن الله قل للهجر ده يبقى لك خبزة مكتوب الانسان ما يعجب الخبزة بس لكن بكلام الله بعد إبليس ودى في رأس الحجر وشوفا مملكات الدنيا ننتي كل الحكم على المملكة دول عشان كلك أنتوني وننتي لأي نادم أني دورا وكان تسجل لي كلك يبقى هناك مكتوب أسجد رب إلهك وأعبده هو الواحد بس بعد داء الإبليس والدبتان في مدينة القدس وخدتها فوق في رأس بيت الله كان أنت ابن الله نط أقعته عشان مكتوب في الكتاب الله يعمر للملائكة يحفظوه وبتان يشيلوك في إيدينهم فوق عشان رجلينك ما يطبقوا في الحجر مكتوب ما تجرب الرب إلهك
خلاص وقبل في ناسرة بكان الكير فوق. سلام. عافية. ودخل في بيت الصلاة يوم الصبت مثل في آتة. والشيوخ طلبوا منا ليقرأ كتاب عن النبي إشايا. روح الرب قاعد فوقي عشان هو عزلني لاني بشر للمساكين، رسلني لنمط الحرية للمسجونين ونفك عيون العميانين، ونمطي الحرية للمظلومين، ونخبر الناس وقت الرب ينجي فوق ناسا. كلام عديل. اليوم الكلام ده تم خلاص مثل انتو سميتو. الكلام ده بيجي صحيح؟ إلا المسيح بس يقدر يتم الكلام ده. نعرفك كيف؟ أكيد المثل ده تقوله لي يا دكتور داوي نفسك، وتقوله لي أشياء سويت في كفرناهم سوي في هلته كلها. نقول لكم الحق، ما في نبي استقبلوه في هلته. بالكلام ده سيدنا عيسى قال هو بس المسيح الله عزلاء ورسله لينجي ناسه، واليهود ما خسروا. ومن راس الحجر بدور يرمو، لكن سيدنا عيسى شق بوسطهم وفات. الراس فات في قفرناهم الى الدار الجليل. في الوقت ده الاستعمار الروماني والأسكر قاعدين في كل مكان، والناس قاعدين يرجوا المسيح لينجيهم من الظلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن نركب يا سمعان؟ تفضل. يدور يمشي ولا؟ علمنا 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 يا سيدنا علمنا. في ناسين مشوا في بيت الله ليصلوا، الواحد معلم دين والآخر سيد الميري. معلم دين واقف طرف بيصلي وبقول يا رب نشكرك أنا ما مثل الناس الآخرين الجبارين حوانين وزنايين، نشكرك عشان أنا ما مثل الهول قاعد هناك. نصوم يومين في الأسبوع، تلك العاشر من المال نلقاه، وسيد الميري قاعد بعيد وما يدور يرفع راسه في السماء، لكن هو قاعد يندم ويقول يا رب أنا نادم مذنب أرحمني. نقول لكم سيد الميري الله خبل صلاته، لكن ما خبل صلاة المعلم. نادم اللي استكبر الله يخجله، وأي نادم اللي يخجل الله يكبره. ود المركبة في وسط البحر وأسقل شركلته قرب حوت. يا سيدنا خدمنا طول الليل وما لقينا شيء.
لكن من قلت لي الناس قول الشرك يا خوب يوهانا يا خوب يوهانا تعالوا اجل عاونونا ما نقدروا ترنا مليان هود الحمد لله الحمد لله يا سيدنا كيس مني عشان أنا ناد ومزني ما تخاف من بعد اليوم تحويت الناس تعالوا أصموا كلامي وتنجوا نفسكم وجهوا للرب واسألوا عشان هو قاعد قريب النادم الفاسل خليه خلي أمل الشين والنادم الماء أديل خليه خلي أفكاره ويقبل للرب والرب يرحمه عشان هو غفور ورحيم وتروخه بالفرحة والسلام هو جاي هو جاي خلاص شوفوا فإنا إيسا نشهدك عشان تشفي بنيتي رحمه علي إلي ساسة خيري وتدر تموت نشهدك تعال معي يا يروس للأسف سيدنا بنيتك اتوفت ما تقيب المعلم ما تخاف آمن بس وهي تقوم ما تبكوا هي ما ماتت لكن نايمة بس قمي بنيتي تقولوا شيء لنادم بعد ذا سيدنا إيسا مرق وشاف سيد المير اسمه متى من ذرية لوي قاعد في مكتبة تعال وراي
شاهد سيدنا عيسى مشى في راس الحجر ليصلي وصلى طول الليل. بفجر أزل 12 من تلاميذه وسماهم رسل. وهم من سمعان السما بطرس. وأندراوس أخوه. وياخوه. ويوحنا وفيليبوس وبرتلموس ومتى وتوما ويعقوب ولاد حلفة سمعان البناد المشدد ويهوذا أخو يعقوب ويهوذا إسكاريوتي اليبقى خاين. مبروك لكم المساكين، ملكة الله حناكم. مبروك لكم الجيعانين بعدين تشبعوا. مبروك لكم الحزنانين بعدين تفرحوا. مبروك لكم وقت يكرهوك ويعيروك ويتلفوا اسمكم فيه عشان ابن الإنسان. أفرحوا فرحة شديدة في اليوم ده عشان تلقوا أجر كبير من الله. بمثل ده بس أبهاتهم كرهوا الأنبياء. الإزاب لكم أنتوا الناس بشكروكوا عشان مثل ده بس أبهاتهم شكروا الأنبياء المعدلين. لكن نقول لكم أنتوا حبوا أدوكوا سووا الخير للي يكرهوكوا باركوا لينعلوكوا أسألوا بالخير للي تعبوكوا. النادم ضربك في شدقة قال واحد شقلب لي الآخر كله. وكان نادم شال جلابيتك خليه يشيل سروالك كله. أنت للناس الشيء اللي سألوك. كان نادم شال خمامك ما تسأل لي قبل لك. سووا للآخرين كل شيء تدوروا يسووا لكم. كان انتوا تهبوا الناس اللي بيهبوكوا باس كيف تلقوا البركة. المذنبين بيهبوا الناس اللي بيهبوهم. كان تسووا الخير للناس اللي بيسووا لكم الخير كيف تلقوا البركة. المذنبين كله بيسووا مثل كيف يا المسهر وكيف يا حجي معاه؟ ده شيء حرام.
لا هبوا أدوكوا سووا لهم الخير ودينوهم وما تسألوهم ومثل كي تلقوا أجر كبير وأنتوا تبقوا إيال الله الآلي عشان هو رحيم للناس ما عندهم خير أبقوا رحيمين مثل الله أبوك الرحيم يا سيدنا نجينا قد تقتلوا الناس الله يعقبكم قد تهجروا الناس الله ذاته يحاكمكم ساموه الناس والله يسامحكم يا سيدنا وصلنا الدرب أنتو وأنتو كله تلقوا الله ينطيكم بالميزان اللي أنتو كله تنطول الناس ما في أميان يقود أميان ما يقعوا كلهم في النقرة ولا وما لا تشيف القشة القائد في أين أخوك وتنسى الأودة في أينك يا سيدنا علمنا أنينا هوجاني لك مبروك لأمك الولدتك وربتك لا مبروك للناس اللي اسمه كلام الله ويتابعوه نقدر نعرف راجلنا في فكرك هو المسيح والمعلم الدين عزم سيدنا عيسى في بيته وسيدنا عيسى مشى امشوا يا عيال كسوا بي سموت سي امشوا العيال تل ما بقول ساكت هدي جات تسوي شنو ما نعرفه كيف تسوي شنو كان سيئي هنا بيعرف ياتي المراقات المساء ويعرف كذا هي مرمادي له سمعان أنا أعرف ياتي نقول لك كلام واحد زمان راجل واحد أنت ديل لناسين الواحد أنت قرص كتير وللآخر قرص شوية لكن هم ما قدروا كفوه هو قم سامح لهم منهم دياتوا البريدة بالهين في فكرة ده عندنا كتير بس بريدة كلامك صحيح شوف المرة دي أنا جيت في بيتك أنت ما أنطيتني ألم من قص الرجلين لكن هي قصلت رجليني بدموعها وقشتهم بشعرها أنت ما سلمتني بهب لكن هي من جد قاعدة تهب في رجليني أنت ما مسل لي راسي بدهن لكن هي مسات رجليني بريحي أنا نقول لك هي حبت كثير عشان ذنوبها الله سامح عليها لكن نادم اللي بيسامه شوية هو بهب شوية ذنوب كان قفره ترى كلامك كفر إيمان كنا جاك أمشي بالسلامة سيدنا عيسى بدأ يبشر للناس بملكوت الله ومعايا 12 تلاميذ وأوين اطرد منهم الشواطين مريم المجدلية يونا مرت خزي مسؤول هنيريدوس وسوزانا
هيرودوس الروماني حاكم في دار الجليل كرب يحيى في السجن عشان يحيى قال لي ما واجب تاخذ مرت اخوك. ايوه وقت وصلنا في النين شفنا الناس شايلين ولد ميت وهو هيت في اما وهي راجلها ميت وقت سيدنا عيسى شافاه خلاص فتى القفن وقال قم يا ولد والميت قم وسيدنا عيسى ان طال اما اساله قولوا لي انت بس المسيح اللي يحيى قال يجي ولا نرجو نادم اخر؟ سيدنا سيدنا يا رسلانا لنسألك انت بس نادم البجي ولا نرجو نادم اخر؟ قولوا لي الشيء شفتوه وسمعتوه. الاميان شاف والمكسر راح. مبروك للناس اللي ما بيشككوا فوقي. دي دور نشيفة أركب في كتفي قاعد تشيفة أديل قاعد نشيف سيدنا عيسى. يوم واحد حراتي ماشي تير وكد ماشي تيرابة دفق منا في الدرب والناس فجخوا والطيور جو وأكلوا وآخر دفق في الحجر وكد قمة يبز عشان البكان ده ما عنده ألمي وبتان دفق في وسط الشوك وقم سوا مع الشوك والشوك خنقه وترابة ترابة في بكان السمن ولد وجاب إيال كتير في قندول 100 حبة. يا سيدنا ما لا تهجي بمسا الوقت الناس قاعدين معاك. الله داهر أنتو تعرفوا أسرارها أنا مالكوتا لكن للآخرين أوراهم بالأمثال عشان يشوفوا وما يعرفوا يسمعوا ما يفهموا. ده هو معاناة المثل ده. التراب هو كلام الله والدفق في الدرب دول الناس اللي بسمعوا كلام الله لكن إبليس بيشيل من قلبهم عشان ما يخلوهم يعاملوا وينجوا والدفق في الحجر دول الناس اللي بسمعوا كلام الله ويقبلوا بفرحة لكن ما يقربوا قوي عشان إيمانهم ضعيف وفي وقت القاسي كمان يقبلوا ورا والدفق في الشوك دول الناس اللي بسمعوا كلام الله لكن المشاكل والشهوات عن الدنيا ما يخلوهم يفكروا عشان دا إيمانهم ما بيزيد والتهرباء في التراب العديل دول الناس اللي بسمعوا كلام الله ويقربوا في قلبهم ويتابعوا ويصبروا وحياتهم تتغير. ما في نادم يوجد لمبة ويخطيها ولا يخطها قار السرير لكن يخطها في مكان عالي عشان الناس اللي بدخلوا كله يشوفوا كل شيء الملبد يبين والناس يعرفوا والأشير الملبد كله ينكشف والناس يشوفوا. خدتوا بالكم وكيد تسمعوا نادم الإند إيمان يزودوا ليا ونادم الإند إيمان الشيء الشيء إند كله يشيلوا منا. سينا أمك وأخوانك قايدين برا يدوروا يشوفوك. أمي وأخواني الناس اللي يسمعوا كلام الله ويتابعوه.
يوم واحد سيدنا عيسى قال لتلاميذه تعالوا نقطع البحر بمركبة. وقت قاعدين يقطعوا البحر سيدنا عيسى نام. سيدنا عيسى قام مكشر للريح والشلال. علينا نجينا. وين إيمانكم؟ بعد ذا قطعوا البحر وجوا في دار الجدريين المقابل دار الجليل. الله الآلي تدور مني شنو؟ نطلب منك ما تعذبني. اسمك يا تو. ديش نطلب منك ما تدسنا في الإزاب علينا ندسه في الخنازير دول ده. هاي دبلو أبوفو الشواطين مرقوا منا ودخلوا في الخنازير. أبوفو امشي من هلتنا يا زهاري. امشي بعيد مننا. امشي فوت مننا بعيد. نتابعك في اي مكان تمشي. خليني نمشي معاك. امشي البيت وحج بالشير الله سوى لك. سيدنا عيسى وتلاميذه مشوا وحياتهم في بيت سيدة. لكن الناس عرفوا مكانهم وتبعوهم. وقت الحرائة دور تقع بطرس قال يا سيدنا
أنت إذن للناس خليهم يمشي في الحلال وفي البيوت الجنبنا عشان يلقوا أكل وبكان يربدوا فوق. أنتوا بس صنطوهم الأكل. عندنا 5 خبزة وهود 2 بس. بارك الله يا رب العالمين القادر في كل شيء. أنت تنطينا الأكل. شيء عجيب. شيء بيشده؟ ما شده. الناس بيقولوا أنا ياتو. واحدين بيقولوا أنت يحيى، وواحدين بيقولوا النبي إلياس، وآخرين بيقولوا النبي من الأنبياء القدام وقام من الموت. وأنتو كي؟ في فكركم أنا ياتو؟ أنت مسيح الله. داير ما تقولوا لنادم. واجب ابن الإنسان يتعب الحين والناس يعبوا وبالتان يقتلوا، ولكن في يوم الثالث كمان يقوم. السماوات تحدث بمجد يوم إلى يوم يذيع الكلام، والليل يخبر به الليل. يا تو يدور يمشي معي. يا سيدنا أنا نتابك، لكن أنتيني إذن نسلم ناس بيتي قبل. أي نادم اللي يحرد ويلفظ ورايا ده نادم ما ينفع لملكة الله. كان نادم يدور يجي معي ما يحمل نفسه ويتوكل للموت ويتابني. كنت دور تنجي نفسك تهابة تودرها، وكنت دور تودر نفسك في شاني تنجيها. شنو ينفع لنادم يكسب مال الدنيا ويودر نفسه؟ النادم اللي يخجل مني ومن كلامي، ابن الإنسان كل يخجل منا وقت يجي بملكه وملك الله والملائكة المقدسين. أنا نقول لكم واحدين منكم ما يموتوا قبال ما يشوفوا ملكة الله. من حرها ومشوا معايا بطرس ويوحنا ويعقوب وطلعوا في راس الحجر. Thank you.
وسيدنا عيسى قام يصلي ووجهه غير وخلق بيج ابيض كرمثل النور. وطوالي رجال اثنين بانوا في لب النور وهم النبي موسى والنبي الياس. انت ماشي تتم كلام الله. قوتك في المدينة القدس. وواكد نبي موسى ونبي إلياس ماشين بترس قال لإيسا يا سيدي ما قدنا هنا عجيب خليني سوي لك هذه ثلاثة وهذه هناك وقت هو قاعد يهج كيس صحاب جا خطاهم والتلاميذ خافوا بالهين وسمعوا هسم اللب الصحاب قال لهم ده هو ابن الأنا عزلت أسم كلامه. سيدنا نشهدك تجي تشفي ولادي. تعال أويني دبس ولادي الوحيد شهد تلاميذك ليه تردو الشيطان لكن ما قدروا. انتو الناس الحوانين المامومنين كيف نقدر نحملكو ونقعد معاكو؟ جيب لي ولادك. سبحان الله ده شيء عجيب. علمنا نسلو مش اليايا ألم تلاميذة في صلاتكو قولوا يا رب في السماوات واسمك يتقدس خلي ملكتك تجي ومرادك يبقى في الأرض مثل في السماء. أنطينا كل يوم أكل يكفينا واغفر ذنوبنا مثل أنينا كل نغفر للناس الخيط لنا نجينا من التجربة ومن شر الإبليس. أسألوا والله ينطيكوا أطلبوا وتلقوا دقوا الباب ويفتحوا ليكوا عشان نادم البسأل ينطو وبيفتش يلقى وبدق في الباب يفتحوا ليا. أنتوا أبهات الإيال يا تو أنت الوليدة دابي كان سألو هود والله ينتي أقرب كان سألو بالجداد. أنتو الناس الفاسلين تعرفوا طنطو شي سمي لإيالكو وأبوكو في السماء يريد ينتي روح القدس للناس اللي طلبوه
أنا نقول لكم ما تهموا لحياتكم بالشيء تاكلوا ولا ليه جلدكم بالشيء تلبسوا. الحياة مهمة من الأكل والجلد مهم من اللباس. شوف الغراب وما عنده دبانقة، الله بس يأكله. وانتوا ما مهمين من الغراب؟ يا تو منكم بهمة يقدر يزيد أيامه بيوم واحد، كم ما قدرت للشيء الصغير ما لا تهمه للآخر. شوف النوار كيف يقوم، ما يخدم ولا يتعب. وسليمان ذات في ملك ما لبس لباس سمي مثل النوار ده. الله لبس القش لمباكر يقطعوه ويسكلوه في النار، وما يلبسكوا زيادة من القش ولا؟ انتو الإيمانكو ضعيف. سيدنا زيد إيماننا. وكان إيمانكو صغير قدر الكريب كله، تقدروا تقولوا للشدرة دي أمرقي وأمشي في البحر وهي طوال تسمع كلامكو؟ الخطأ مع الناس لكن العذاب للنادم اللي بيسببها. أخير للنادم ده يربط لي حجر في رقبته ويزقله في البحر من اللي يز واحد من الإيال الدقاق في الخطأ. ملكة الله يشابي شنو؟ يشابي تيراب صغير حنا شدر النادم شالاه وتيرباه وقم بيجي شدرة والطيور سووا بيوتهم فوقها. أنا ما فهمت شيء من كلامه. ما لا تأكل وتشرب مسياد المير والمسنبين. الناس الطيبين ما بيدوروا دكتور إلا المرضانين. أنا ما جيت للصالحين عشان يتوبوا لكن للمذنبين. حجي لنا بطان بملكة الله، ما في كلام آخر؟ ما تخافوا يا أخواني عشان أبوكو يدخلكو في الملكة. بيقوا خمامكو وصدقوا للمساكين عشان تسووا لنفسكو جزلانا ما يقدم، وخدتوا مالكو في السماء عشان ما ينقص والسراريق ما يلقوا والأرض ما تأكلها. أي نادم يخد قلبه بكان ماله. يا مرة خلاص لقيت العافية. هاي شوفوا شوفوا لقيت العافية، سبحان الله لا إله ده شيء عجيب. طب 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 الله هاي 18 سنة خلي حافظة في الأسبوع 6 يوم على الخدمة، تجوا يداوكوا في الأيام دول وما تجوا في يوم السبت. هيا مرافقين ما ليوم السبت تفرتقوا بقركوا وحميركوا لتودوهم تزقوهم ألم. والمرة دي من إيال إبراهيم الشيطان ربطاها مدة 18 سنة. ما واجب نهلها في يوم السبت؟ Thank you.
يا سيدنا الصالح، نسوي كيف ليش هندخل الجنة؟ ما لا تنادم الصالح، ما في نادم صالح إلا الله. أنت تعرف شريف موسى ما تسوي الزنا وما تقتل وما تسرق وما تشهد بالكذب، وكرم أمك وأبوك. ده كلك سويته من أنا صغير. لكن شيء واحد قصر لك، بيك ماما وقسم القروس للمساكين وتلقى قدامك في الجنة وتال تابيني. لكن أنا التجار سياد المال. قاسي لسياد المال يدخل في ملكة الله. دخول أنا سيد المال في ملكة الله قاسي من دخول الجمل في قد الإبري. كان كده يا توك درنجة. الشيء ما ممكن للناس ممكن لله. وملكة الله يكون وين؟ ملكة الله ما يجب يدرب الناس يقدروا يشوفوا ولا يقولوا شوفوا ده هو هنا ولا هناك، عشان ملكة الله قاعد معاكم. يجي وقت تدوروا تشوفوا جيد ابن الإنسان لكن ما تشوفوا، عشان جيت مثل البراقة في السماء تضوي من بكان لبكان، وده يوم الابن الإنسان يجي. لكن قبال ده واجب يتعب والناس يابوه. حي للسماء والأرض ينقش من نطة وهيدة هنا توراة موسى وكتب الأنبياء تنقش. نقول لكم في أنبياء وملوك دوروا يشوفوا ويسمعوا الشيء أنتوا قاعدين تشوفوه وتسمعوه وما قدروا. نسوي شنو؟ شنو مكتوب في الكتاب؟ كيف تفهمه؟ تهب الله ربك من كل قلبك ونفسك وقدرتك وبكل فكرك، وهيب أخيك مش تهيب نفسك. قلت الحق، سوي كيف وتلقى الحياة. ويا تو أخوي مع الأسكر دول والملك كله. نادم واحد ماشي من قدس لمدينة إريها والحرامين حجموا قلوا منا خلقانا ودقوا خلوه راقد مثل ميت، وراجل دين واحد ماشي بالدرب ده وقت شافه بارا وفات. وبتر راجل دين واحد خدام في بيت الله جف البكان ده شافه بارا وفات. لكن واحد سماري من قسيمهم مسافر وكي جا جنبه حننا جلي وصب فوق أواويرة دواء ودهن وركبه في همارة وود في بكان المسافرين يرقدوا فوقه وقال وأنباكرت أنطلي سيد البيت قروس لكالي. وقال لي كان خسير زيادة كمان وقت قبلني كفك. يا تو من الثلاثة دول بقي أخو للراجل ده؟ السوى لي الخير. أنتوا كل سوى مثل ده. خلوا الليلة الدقاق يجوا لي ما تتحرم، عشان ملكة الله للناس المثلهم. نقول لكم الحق، نادم ما يقبل ملكة الله مثل الصغير ما يدخل فوقها أبدا. النادم القبل الصغير في شاني يقبلني، والقبلاني قبل هو الرسلاني، والصغير منكم هو بس العالي منكم. سهنا ناسي رجاي ماشي. هاي سيدنا، هاي
يا عيسى ابن داود، من فضلك ارحمني. تدور مني انا شنو؟ ندورني شيف. شيف إيمانك بس شفعك. أنا شايف قايد شيف. الحمد لله. وحس سيدنا عيسى ماشي لمدينة القدس، ناس كثيرين جايين يلاقوه ويسألوه يوصف لهم درب النجاة وليعلمهم بزيادة في ملكوت الله. الراجل ده صحيح نبي؟ يا سيدنا نجيني. يا سيدنا نجينا. بارك الله. وصف لنا درب الحق. يريها الراجل واحد اسمه زكا، هو كل من كبارات الناس اللي يشيلوا ميري. يدور يشيف سيدنا عيسى، خلاص ما شريكي فوق في شدرة. شوفوا سيد الميري ده. يا زكا ده اللي عجلك عشان اليوم ندلي في بيتك. في بيتي؟ كيف داير دلي في بيتك؟ وزكا كيف يعرف عيسى؟ السمو ننتي للمساكين نس انا مالي وكان شلت قرص بظلم من نارهم نقبل عليا اربع مرات. هذا شيء عجيب. سيد المير يقبل ماله؟ شيء هاي. اليوم السلام دخل في بيت زكا عشان هو كل من ذرية النبي إبراهيم، وابن الإنسان جاي يفتش وينجي المذنبين. أسمو أننا ماشيين في مدينة القدس، وكل شيء الأنبياء كتبوه في الإبن الإنسان يكون هناك يسلموه للكفار، يشمتوا ليه، يعيروه ويبزقوا فوقه، يجلدوه ويقتلوه، وفي يوم الثالث يبقص. وسيدنا عيسى يعرف قدر يقتلوه في شان ذنوب الناس، وناس كثيرين فرهوا وقت جاء وقالوا هم لكم. لذا كله مشى في مدينة القدس. نقول لكم كان هم سكتوا، الحجار ذاتهم يقموا ويشكروا. الله يباركك.
سيدنا عيسى قرب للحلة وكشاف الحلة دي هو بكى. كان أول عرفتي درب السلام أخير لك، ولكن هسا ما عرفتي عشان بجي لك وكيد واحد أدوانك يقوم ويحوقوك بدردر ويحجموك يدمروك مرة واحد أنت وإيالك، وما يخلوا لك بيت واحد كله عشان أنت ما عرفتي وكيد الله جالي يفزاكي. بيت الله في مدينة القدس بكان الإبادة والناس سووا مثل السوق. خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، واحداشر، اثناشر، ثلاثاشر، أربعتاشر، خمستاشر، ستاشر، سبعتاشر، 18 19 20 21 22 23 بيت الصلاة، لكن انتو سويتوا مكان الهرامين. هاي جايزة يقولوا وقفوا وقفوا. جيبوا الهارسين عجل. وكبارات الدين وكبارات الشعب قاعدين يعارضوا لسيدنا عيسى عشان الناس بيقولوا هم ملكهم. أنا سمعت ناس كثيرين بيقولوا هم ملكهم. حدا ملك. ملك الشحادين والحرامين. شفنا كم مثله جو ومشه والناس نسيهم خلاص. أنقروا. كل يوم ناس قاعدين يزيدوا والشعب قاعدين يكرموا. ويقولوا هو ملك. أسمع الكلام ده، كان الراجل ده صوبر جال في هلتي، أنتوا بس مسؤولين. أكون عند حق، واجب نوقف الراجل ده. وكت سيدنا عيسى قائد يحج بفعل الشين حان علماء الدين المستكبرين، ناس قاعدين بيزيدوا وناس المعارضين ليه كله قاعدين بيزيدوا. في بيت الله مرة مسكينة راجل حميت زقلت ريالين. زيد القرز ده يقول لك الحق. المرة دي أنت زيادة من كل الناس دول، عشان الناس دول كل أنتو الفضل هنا مالهم، لكن المسكينة دي أنت تشيل عندها التي إيش فوقها. قل لنا بإذن ياتو قاعد تسوي الشيء ده، من ياتو لقيت الإذن؟ خلونا نسألك سؤال واحد، يا قدس الناس في العلم ده من الله ولا من الناس؟ نقول شنو؟ كان قلنا من الله يقول لنا ما لا ما آمنت بيايا، وكان قلنا من الناس الناس دول يرجمونا عشان هم اترفوا بيايا والنبي. ما نعرفه بإذن ياتو. أنا كل ما نقول لكم بإذن ياتو قاعد نسوي. في راجل واحد سوى جنينة وأملها للخدامين، وبعدين خطر وطول، وقت الجنينة نجدت خلاص رسلوا نادم للخدامين
عشان انتو حق الموالي. لكن الخدامين دقوا وهو قبل ايده يابس وبتار رسل نادم اخر وهم انفرشوا ايرو وطردوا وقبل ايده يابس وفي ثالث رسل نادم اخر بتان وهم انقوروا وطردوا وسيد الجنان قال نسوي كيف نرسلوا لدي المحبوب وبالأكيد يكرموا وكذا الخدامين شافوا جاي قالوا عن بناتهم ده حسد الورثة خلينا نقتله والورثة تفضل لنا هجي لنا بطان وقموا مرقوا من الجنان وقتلوا وحصل سيد الجنان يسوي لهم شنو للخدامين دول وما يجي يقتلهم وينطي الجنان للناس الآخرين ولا الكتاب بيقول شنو الحجر البنائين قمزوا قلو حبس حجر المحمل البني أي نادم اللي يقع في الحجر ده يترجرج وكان الحجر ده وقع في نادم واحد يرحك مرة واحد يا سعيدنا ما أعرف قدر قائد تعلم بالحق ما تفنت الناس ولا قادر ولا مسكين وأنت توصف درب الله بالحق كلنا واجب أنينا نكفوا الميري للملك الروماني ولا ما نكفوا انقري وداري أهلكك وصف ليس لي واحد صورة الفسلة دي هنا يا تو على الملك مثل ده أنتو للملك كل شيء هنا الملك وأنتو الله كل شيء هنا الله تقولوا لي يا شنو؟ وكد إيد الكبير هن اليهود اللي ينادوا إيد الفسحة قرب فإن إيسى رسل سمعان بطرس ويوحنا عشان يسووا الأكل الإيد أنا دورنا كل ما أكو أكل هنا إيد الفسحة قبال ما نتعب نقول لكم ما نأكل بتام ما أكو أكل الفسحة لحد ما أنا تيتين في ملكوت الله بارك الله يا ربنا رب السماوات والأرض انت التنطين الشراع شولوا الشراب ده وقسموه بيناتكم نقول لكم ما نشرب بتان اصير العنب لحد ملكة الله يجي بارك الله يا ربنا رب السماوات والأرض أنت تنطينا الأكل ده جسمينا نطفشانكو سووا مثل ده عشان تفكروني الكوب ده هو العلاقة الجديدة بدمي اللي دفق في شانكم لكن شوفوا نادم اللي يخوني هو قائد يأكل معنا أكيد ابن الإنسان يموت مثل مكتوب في الكتاب لكن الإذاب لنادم اللي يخوني ما ممكن ها ممكن لا ما ممكن ليجن يأتي يخونا Thank you.
خلي العالي منكم يبقى مثل الصغير، والحاكم خليه يبقى مثل القدام. يا تول عالي، نادم القاعد باكل ولا القاعد بخدم ليا؟ ما هو القاعد باكل؟ أصم أنا قاعد في قصدكم مثل الخدام، أنتوا قعدتوا معي في كل تعبي مثل الرب أعطاني الملك، أنا كل أنطيكوا الملك، أنتوا الأطناشر وتاكل وتشربوا معي في ملكتي وتقودوا في الكراسي عشان تحكموا بني إسرائيل كده. ما في نادم خاين. سمعان سمعان، خد بالك الإبليس دور يجربكوا كلكوا ويخربلكوا مثل خربوا للجمي، ولكن سألك الله عشان إيمانك ما يبقى ضعيف يا سمعان، وبعد رجل لي واجب تثبت أخوانك. لا سيدنا، أنا جاهز نمشي معاك في السجن ونموت معاك. يا بيتروس نقول لك أكيد قبالة ديك ما يؤئك، بس أنت تنكرني 3 مرات. شنو قصر لكم وقت رسلتكم بلا قرص وبلا زاد؟ لا شيء ما قصر. هسه ده اللي عنده مخلاي خليه يشيله، والما عنده سيف خليه بخلقه ويشري سيف. نقول لكم مكتوب في الكتاب الأنبياء هو حسبوه مع المجرمين، الشيء اللي كتبوه فوق ده قريب يكون. يا رب ده 2 سكين. ده خلاص. ومجلس كبارة الدين لما عشان يفتش تاريخ اللي يقتل فوق سيدنا عيسى، وإبليس دخل في قلب يهوذا الإسكريوتي وكل من التلاميذ 12، ومشى للمجلس عشان يسلم لهم عيسى. وسيدنا عيسى قام من مدينة القدس ومشى في جبل الزيتون ليصلي. صلوا عشان ما تندسوا في التجريب. وأنتوا ليهوذا الإسكريوتي 30 ريال فضة ليسلم لهم سيدنا عيسى. وسيدنا عيسى عرف وقت اليموت فوقه في شان ذنوب الناس قرب، وقام يصلي وقال: يا أبوي، كان أنت تدور أرفع من التعب، لكن خلي يبقى مثل أنت تدور. وملك من السماء جلي ليشجعه. وقائد يتعب شديد ووخرة ينجد مثل الدم. مالكو نايمين، قموا وصلوا عشان ما تندسوا في التجريب.
بالحب بس انت تكون ابن الانسان ولا. يا سيدنا يضربه بالسكين ولا خلنا قربو خلاص ده شيء عجيب جيتوا بالسيوف وبأصمة تفتشوا حرامي كل يوم أنا قاعد معاكم في بيت الصلاة ما لما كربتوني ولكن هسه دا وقتكم ووقت السلطة الظلام أقربوا والحارسين الكربو قاعدين يشمتوا لي داو خلق أنا الملك يا نبي شنو يكون يا سيدنا الملك تقدر تنهجينا ولا هاي النادم ده كله مع عيسى يا مرا أنا ما نعرفه أنا شفت معايا أنينا خدامينا تقدر تسجد لينا ولا انت كل واحد منه لا ما منهم أكيد النار عندما عيسى عشان هو كله من دار الجليل يلا امشي هيا يا راجل سلامك ده كلام شنو وسيدنا عيسى لفت وحمر بطرس وبطرس فكر في كلام المسيح قال لي قبال الديك ماي اوي انت تنكرني 3 مرات يا رب نطلب منك تسامحني عشان انت غفور ورحيم انت غفر لجدودنا وكتم الاب وتاب كلامه انت زين منه لكن ما قتلتم يا رب انت رحمتهم في شان محبتك وعلى اختك سمعه عشان انت غفور ورحيم يا طول دربك قل لي انا يا تي تروك بطان اقوفوا نقول لك اقوفوا جيبوه قدام المجلس امشي والكبارات الدين لموا عشان يقدموا سؤال لسيدنا عيسى
قول لنا انت المسيح والله. ان قلت لكم ما تصدقوني، ولكن كان سألتك سؤال ما ترد لي. من بعد اليوم ابن الإنسان يقعد بنص الزينة على الله القادر. أنت ابن الله ولا؟ مثل قلت أنا هو. يا تو أنت إذن يقول الكلام ده. هو مذنب. سمينا كلام الكفر ده من قشمة. نودو بيت بيلاطس. ايوه ودوه هنا. يلا امشي. ودوا سيدنا عيسى قدام الحاكم الروماني الأسمى بيلاطس، وهو القتل في الصليب ألوف من الناس. جوتوا هنا تدوروا شنو؟ وقت البدري ده الراجل ده جاب رجال في لب الشعب وشتت السوق. كان في بيت الله نحكمه بشنو؟ أحكمه؟ أنا مالي جيت شيء فصل الحكم فوق الراجل ده. هو مذنب، هو قال للناس ما يكفوا الميري للملك، وهو يقول هو بس المسيح يعني ملك. مالي؟ انت بس ملك اليهود؟ انت بس قلتها. هو بدا في دار الجليل وحس جهني. في دار الجليل؟ هو ده من دار الجليل والله؟ كان كده خليه رودز يحكم. هو قايد لسه في مدينة القدس والدوبة كان هيرودز. انت تقول انت يا تو ويا تم تلاميذه ناس بيقولوا سويت اشياء عجيبه، سوي لي نشيف يا سيدي. هو قاعد يبرج كل الناس وهو قال هو مالي. انت مالي؟ يا سيد الملك اضربه. قبلوا لي بيلاطس عشان هو بس مسؤول هنا. الراجل ده ما سوى شيء لنا حكم ليه بالإدام. لكن أجلده بس وخلوه يمشي. واجب
تطلق لنا نادم واحد في يوم عيد الفصحى. أطلق لنا براباس. أيوة. وأطلق النادم ده. أطلق لنا براباس. انت اجدوك لا اترجى شنو يا بيلاتوس ده المسيح ما انا قاعدين تعرفوا الله هو المسيح وما سوى أي شيء فوق والناس شددوا بالحين ويصرخوا ويقولوا اقتلوا في الصليب وبيلاتوس قصد ينفس كلامهم وخلاص هو مرق ليهم براباس القائد في السجن في شان الفتنة والقتل وسلم ليهم سيدنا عيسى ليقتلوا في الصليب اسمك يا تو اسمي سيمان من الخروان تانيني عبد الهبان انت شيلا اجلا كسو كسو خلو قبل الدرب نبكي في شانك يا سيدنا أشرف 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 كيف يا أبو يا وين هنا مدينة القدس ما تبكوا لي أنا لكن أبكوا لنفسك ولإيالك هالشيء سيوه وكتبين الإنسان قائد معكم كيف أبكوا لكم بعد أن نفوت الله يساعدة نسأل لك الله امشي بيني يلا اجلا 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 انت ده يلا اجلا يلا يلا اجلا هي يلا انت ده امشي قدام يلا
انت ده تسرع دي. جبد الهبال. نجى الآخرين، خليه ينجي نفسه. إن أنت المسيح، نجي نفسك ودلني من الصديق. وصل لنا شيء واحد عجيب. خلاص خطوا سيدنا عيسى في حطب الصليب أم بين حرامين اثنين مثل مكتوب في كتب الأنبياء من زمان. شوفوا الخلق، أنا الملك ده. داو خلي ما تشرته أجيبه خلينا نلعبوا فوق جمال. انت اكلت عندك حس تقدر تسيب ايش؟ وطقوا حتى فوق لراسه ومكتوب فوقه ده هو ملك اليهود. نجي نفسك، كان انت ملك اليهود. لا تخاف من الله، انت ما قاعد في نفس العذاب. هو ما سوى شيء فسد. يا عيسى فكر فوقي. وقت تجي فيه ملكوتك. انا اقول لك اليوم تدخل معي في الجنة. وفي الجايلة الوطن بقت ضلمة في كل الأرض مدة 3 ساعات.
وستارة القاعدة في بيت الله انشرطت من أصل. يا أبي يا رب يا إلهي يسلم ليك روحي. وكبير الحارسين من شاف الشيدة بارك الله وقال سبحان الله بلا شك الراجل ده صالح. ويوسف هؤود في مجلس الدين وما مخصد بكتلة وسأل لبيلاطوس جنازة عن سيدنا إيسى ودل من الصليب ودسا في القبر في لب الحجر قبال يوم الصلاة ما يبدأ. سامينا جينا ورا جنازة هنا سيدنا دسهم هي بالهين. تعالوا نمشوا يوم الصلاة قريب يجي. يوم الأحد الأوين مشوا بفجر في القبر وودوا الريح اللي جهزوها ولقوا الحجر مدردق من خشم القبر ودخلوا وما لقوا الجنازة. تفتش الحي أم بين الميتين وما قاعد هنا وبأس خلاص. فكروا في كلام قال لكم في دار الجليل. هو قال واجب ابن الإنسان يسلم للمذنبين ويقتل في الصليب ويبأس في يوم الثالث. ودخلنا والجنازة نسينا ما فيها جنازة ما فيها تاكي كيف؟ هاي ملائكة اتنين بانوا لنا دعوا لنا مثل الحراي وقالوا لنا ما لا تفتش الحي أم بين الميتين صدقونا. صدقوا كلامنا شفناهم أمشي أنت ساتك القبر يابس وسيدنا ما فيه. يا بطرس صدق كلامنا
وسيدنا عيسى بان لاثنين من تلاميذه وقبلوا فرحانين. صحيح المسيح باز سمعان كل شافه وفي درب اماوس ما يعرفنا وقت كسر الخبزه قبل يعرفنا في اماوس ما لا ده شيء عجيب. السلام عليكم. مالكو تخافوا؟ وانتو مالكو تشككوا فوقي؟ شوفوا يديني ورجليني، شوفوا ده انا ذاتي بنفسي المسن لتأكدوا. دول ما عند لحم وآدم مثل انا عندي. ده الكلام اللي انا قلت لكم وقت انا قاعد معاكم. كل شيء مكتوب فوقي في توراة موسى وفي كتب الأنبياء وفي الزبور هنا داود واجب يتم، وده كلام مكتوب. المسيح واجب يتعب ويموت وفي يوم الثالث يبعث، واجب يبشره باسمه بالتوبة وغفران الله من الذنوب في كل البلاد، وتبدو من مدينة القدس. انتو ذاتكم شهود وأنا نمطيكم نعمة العبي قال يمطيكم، وتقود في مدينة القدس لحد قدرة الله تنزل فوقكم. الله يباركوا ويحفظكم. الله أعطاني السلطة في السماء وفي الأرض، أمشوا وعلموا كل الناس الدنيا وقدسوهم بأسم الله الأب والابن وروح القدس، وعلموا كل الناس ليتابعوا كل شيء اللي أنا علمت له، وأنا نقعد معاه دائما لحد الدنيا تكمل. آمين. في كتاب المقدس الله بلغ المسيح يجي ليخلص العالم. حياة عيسى المسيح توصف قدر صحيح هدى بس الأنبياء بلغوا سببه. نبي إشايا قال البنية تبقى غلبانة وتلدى ولاد، 100 سنة بعد ده والودة هنا عيسى تم كل كلام أنبياء. كتاب المقدس قال كي ولاد القدس اليلدودا ينادو ابن الله، ده يوصف قدر عيسى يكون ابن الله فيرو ما في جسم. شوفوا عيسى في حياته، هو شفى ناس المرضانين، غفر خطيئاتهم، قابلاهم لله، وأنت نفس ضحية في بدلهم ليخلصهم، وبعث من الموت مثل الله أمره. عيسى قال ما في نادم يسل لحياتي، لكن أنا ننطي بقردي. حياة عيسى ما تمت بس كلام أنبياء، لكن تم الحق في كتاب المقدس كلام الله.
الأنبياء كتبوا كلامات القائدة إلى الأبد يا إله الحق. عيسى ذات قال السماء والأرض بفوتوا لكن كلامي ما بفوت أبدا. عيسى جاء لي ينطينا الحياة الكاملة من إنسان نكر في جنينة أدين. هو أزل يتابي تربة وخلى فرقة عن بين الله ومعه. كتاب المقدس بلغ كل ناس مذنوبين وأجر هنا ذنب إلا موت، موت روح يفارق نادم مع الله. مثل الله أنت حمل قد ابن إبراهيم كذلك هو أرسل عيسى المسيح ليموت بدلنا حياته موته وبئسينا. نظم علاقة بين الله مع كل ناس الآمنوا ليا. عيسى ما قاعد يغفر ذنوب هنا ناس بس لكن يحييهم من شريعة هنا الله. هم عارفين قدر يعيشوا معه إلى الأبد. اليوم عيسى قائد ينطي الحياة والحرية لكل الناس دما تابين الدين. لكن إيمان في عيسى قال أنا واقف بطولي قدام الباب ونطرق في الباب كان نادم سمي صوتي وفك الباب أنا ندخل ليا. يعني ده تابين الله وآمنين قدر عيسى قائد في حياتنا يغفر ذنوبنا ويسوينا نبقى ناس مثله يدورة ما بيرفتك تغسد في كلامه ولا كي برحمته وبإيمانك هو يدخل في حياتك. وقت كان نادم جاهز ليتابي عيسى المسيح هو يقدر يكلم ليا بدعاء الهين. سيدنا عيسى أنا هوجان لك، شكرا عشان أنت مت في صليب عشان ذنوبي. أنا نفك لك باب حياتي ونلاقك مثل سيدي وربي. شكراً أنت غفرت ذنوبي وأنتيتني حياة الأبدية. سويني نبقى نادم الإنت تدورة. بقيت واحد من الناس اللي يتابوك. آمين. أكون أنت جاهز لتفتح قلبك لله. كان كده تقدر تتابي دعاء ده ببشاش بشاش في قلبك. سيدنا عيسى أنا هوجان لك، شكرا عشان أنت مت في صليب عشان ذنوبي. أنا نفك لك باب حياتي ونلاقك مثل سيدي وربي. شكرا أنت غفرت ذنوبي وأنتيتني حياة الأبدية. سويني نبقى نادم الإنت تدورة. بقيت واحد من الناس اللي يتابوك. آمين. عيسى كلم سبب تلاميذة قنامي يسمو صوتي أنا نعرفهم وهم يتابوني. ليعيشوا حياة كاملة بالمسيح تلاميذة يصلوا دائما يقروا ويسمو كلامه في كتاب المقدس ويشهدوا للآخرين وعندهم ملمة مع المسيحيين الآخرين دائما. لا تنسوا وعده، هو قال كل حكمة في السماء والأرض أنطوني وعرفوا قدر أنا نكون معاكم دائما كل يوم لحد كمالة الدنيا.